في انواع المحتوى بكون اسمه تكست اوفرلاي اللي هو صوره مكتوب عليها تكست، وهاي انواع المحتوى بتكون جاذبه للتفاعل. فكيف ممكن احنا نسوي لها تصميم؟ من حسن حظنا انه موقع buffer.com عنده تول مجانيه ممكن نستخدمها لعمل الصور هذولا بدون اي تسجيل او اشي، اسمها pablo.buffer.com. فبنيجي على موقعنا هنا ورح نشوف الموقع مقسم الى اكثر من جزء. فعلى الشمال رح نشوف عمود فيه صور، 600,000 صورة بالذات، وهدول مجانيات. ممكن نسوي سكرول داون او ممكن نسوي بحث على الصورة، احنا بنختار اي صورة بدنا اياها، او كمان ممكن نرفع صور من الكمبيوتر للاداة. بالنص هون رح نشوف الصورة عليها تكست، وبعدين على اليمين رح نشوف اكثر من جزء اللي هو اول اشي المقاسات. فعندنا مثلا المقاس تبع منصة البنترست أو منصة الانستغرام أو منصة الفيسبوك وتويتر. تحتي في عندنا الفلاتر، فبنكبس هنا وبنشوف أكثر نوع من الفلاتر، أو ممكن ما نستخدم أي نوع. بعدين بيجي عندنا المحتوى، ففي عندنا 3 خطوط، في عندنا الهيدر والبادي والكابشن، وآخر شيء تحت في عندنا اللوجو، فممكن نرفع اللوجو تبع الشركة تبعتنا. فخلينا نستخدم هلأ مثال، نحكي بدنا نسوي بوست للفيسبوك، هذا هو بدنا نحط بس اللي هو كابشن واحد، وممكن احنا نغيره نكبس عليه ونحكي مثلا Welcome to our company. بنيجي هنا على اليمين نختار بعد بعض الفلاتر زي مثلا لايت بلور او مثلا ريد تنت، او بنحكي ما بدنا ولا فلتر. تحت على اليمين تحت نختار اللوجو، فبنرفع اللوجو من الكمبيوتر للصوره، هاي اللوجو تبعنا، وهون بنتحكم بحجم اللوجو، نحكي لا بنكبره شوي، نرفع هون على الشمال، حطينا اللوجو. هلا الصورة جاهزة. الحلو في الموضوع انه ممكن اسوي داونلود للصورة، هاي داونلود، فصارت الصورة موجودة عندنا على الكمبيوتر. ممكن اغير الباك جراوند، هاي غيرت الباك جراوند بحيث اني اكبس على صورة تانية واغير الكلام. فبيضل اللوجو زي ما هو، بس بنغير الصورة وبنغير الكلام. ممكن نرفعه مثلا، نحطه هنا عشان يبقى يكون واضح، وبرضه بنسوي له داونلود، وبنجيب برضه صورة ثالثة ورابعة وخامسة. فالحلو بالأداة هذه انه ممكن تعمل تصميم لأكثر من صورة في وقت قليل جدا. شكرا.